بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي با مهدسك تبارك وتعالى مسجد كان بركة يسن إنه كل مية سجن ويدسنا إنه خير كنا وفتشيو أعماشنا إلى أقبل موضوع إن شاء الله هاي إنه وحكي له هذا هو كسب سين هاي أسباب حياة القلوب الحقيقية نلش قلبنا أسباب تكينته نلش حقيقي نلش ربطه قلبنا هي أسباب تكينته حبك أنك الله إنه وقلبنا وحبناها بني آدم كحبك هو مهم سواء جدك لن حرمتي سواء لقما مولو سيدة إن بدن وقرآن كان لقا فهمي نبي قيلنا صلى الله عليه وآله وسلم وعدي حديث النعمان بن بشير النبي قولها صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب شركي نوحا كل حجر شركة وحا كل حجر ونبي صلى الله عليه وسلم حب ير وقياستي سأو نبي كل شيء وحال مر أفكا لقلين كرو لعلالين كرو للروبي كرو عدي يروى هدي وهجاجة بنبي صلى الله عليه وسلم حبناها أنت هذا كلي النلاش وهجاجة سه شكل وهجاجة عد كاسي حب كاسي هذو هلاوانا شكل أنت سكله وهلاوية يعني النلاش وهلاوة سوا ألا وهي القلب بنبي صلى الله عليه وسلم حب كاسي وقلبها معناه ذو محوية هاي قلبه وحرمته هدو حقاقه حبناها كله لن أي وده حقاقه يعني. روح النولشي سنة حقاقه آخرية هدو محوية هدو حب كاسي فساده أما حلاله شركة حبناها ينولش بل روح وحلاله يسعه هل كامر كمحاكم وقضى إنه يهي ماشى أساس كواه بني آدم كشير كيسة إيو مستقبل كيسة يادون كيسي آخر كيسة سيدة سبراديت أي أمنان خاصة لسي سيكوني أبا أمنان لسي آد بلو قد دالي سيدة حبين كان لوها قاتين لها سيدة الله إصلاحين لها لأن وحوي وماشي وحكاها قاقي لها نلش مركا انكه الله انه حب انكاس وحولي هي جيرين اولي نلل اولي نلش انكه الله انه قلبه ما اها نلش ان انا قانو اي جيركا ما لو نلولود با كلا جيرتا نلش جيركا او روح دا نفتا او كو دقدقاق اي جيركو او لغا سارنا او ميد نقوني وقبرك اللقين تاوى نلوش الشركة واي نلول كلا الشركة بارك وليلا هذا نلوش قلبك إيا الروح نلوش هذا ستاوى كدو وانت هاي مارك سيدة الشركة بهدو نلوش واي وقلت لمن ايا ايا قلبك إيا الروح دون هذا نلوش هذا خاص كوايان وقلت لمن ايا مارك والله نلو لوضو كلا الدو واي قلبك نلوشيسا
iyo nolosha jidku marka haday kala duwan yihiin quraanku labadaba waa ka hadlay labada nololoodba uu ka hadlay labada nololood asbaabta keentana sharcigu waa ka hadlay xubnahaasi labada nololood ay galaan dhimashadooday asbaabta keentana shareecadu way ka hadashay kulli waa la faahfaahiyey مثلا القرآن الكريم كان وحوت المامي نلوش قلبك آيات بدن بات المانسي وحكم إذا قول الله تبارك وتعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات كو النول إيه كو ميت كالنتي مس النبو الله تبارك وتعالى محل قوضة أحياء القلوب وأموات القلوب kuwa qalbigoodu nool yahay iyo kuwa quluubtoodu dhimatay iskuma sinnabu alla yidhi tabaaraka watacaala isku mid maaha waxaa ka mid a aayaadkaas aayadda alla leeyahay tabaaraka watacaala awaman kaana maytan fa axyaynaa wajacalnaa lahu nuuran yamshii bihi fi nnaas kaman mathaluhu fi اظulumaati laysa bikhaariji minha war ciid mayd ahayd oo bakhti ahaa oo aan noolaynay kadibna iftiinkii uu dadka ku dhex socon lahaa aan siinay mid mayd ah oo noolayn ma la mid baa waa maya noloshan marka laga hadlayo iyo maydnimada laga hadlayo midkii jidhka ma ah waa midkii qalbiga iyo ruuxda waay gaal buu ahaa iimaan iyo hanuun iyo cilmi iyo ilaahay ku nooleeyey iimaankii baa nuur ka dhashay nuurkaasuu noloshiisa wax ku kala arkayaa ku socdaa waase goorma nuurka goormuu helay waa markii qalbigiisu noolaaday markii horena bakhti buu ahaa aan noolayn yacnii intuu gaalka ahaa qalbigiisu waa mayd markuu iimaanku galayna maadatu xayaati alquluub baa qalbigiisa gashay qalbigii waa noolaaday qalbigu markuu noolaadana iftiin baa la siiyey intaan la noolayninna mugdi buu ku jiray kaman mathaluhu fi اظulumaat bimacnaa kaman laysa bixayin wahuwa fi اظulumaat waa bakhti haddana mugdiyuu ku dhex jiraa waa qalbiga gaalka iyo munaafiqa wuxuu leeyahay alimaam ibnu alqayim calayhi raxmat ullah qalbiga nool markuu qeexayo wuxuu yidhi huwa aladii yacrifu alxaqa wayaqbaluhu wayuxibuhu waa qalbiga xaqa yaqaana xaq iyo baatilka xumaantii wanaagu kala garanaya wuuna aqbalaya wanaaggii buu jecel yahay wayu'thiruhu calaa gayrihi wanaaggiina wuxuu ka dooranayaa wixii aan wanaag ahayn wixii wanaagsan buu qaadanayaa wixii فإذا مات لم يبق فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل قلبك هدور دينتو درين مركا ملي سيدة جيل كردنتي أو كلا جيل كمركو دينتو درين ملي أنت معاني أنت خلال إيا حنون إيا من ما درين ملي وكذلك قلبك مركو دينتو أحما كلا صاركا درين ملي لكن مركو نول يهي أيو كلا صاريا أما كلا صاركا محاحن محافيعا maxaa toosan maxaa qalloocsan maxaa khaldan maxaa saxsan qalbi nool bay ka suuroobi kartaa laakiin hadduuba dhinto maadadii noloshoo dhan bay ka baxdaba markaasi waxaa ma kala saari kara islam aayadda macnaha waxaa ku imaanaya qowluhu tacaala yukhriju alxaya min almayit macaanida lagu fasira waxaa ka mid a yukhriju alxaya ay almu'min min almayiti ay alkaafir gaalkii oo bakhti ah ayuu ilaahay wuxuu ka soo saarayaa ruux mu'min oo nool yacnii nin gaal ah ayaa wuxuu dhalayaa ubad marka dambe iimaanka qaadan doono oo mu'miniin oo quluubtoodu nooshahay isla macnaha waxaa ku imaanaya aayadda alla leeyahay tabaaraka watacaala innaka laa tusmicu almowta ولا تسمع الصم الدعاء
كوا بختي ميت كا وحبا ما مقشين كرت نبي محمد بو تالا قام وضو تشيكو دو لنتي ماها ايوا قال هذا لان قلوب تودي بان نولين كوا قال هذا قلبي غوضو بختي يا هي وحبا ما مقشين كرت يعني وحق هذا ما يوا دارواق ودكتو دو كل عيون نقول يا واحد وش يجيس لكن قلبي اوجد بميس اسلم معناها وحكو ايمان يقول الله تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لينذر قرانك اما النبي قال ادغي يو ادغي ادنول من كان حيا وعد قلبك سنوشه روح قلبك سنول يا هي ايا دقنين تا قرانك قاتا وحقوقات اما دقنين تا النبي وحقوقات صلى الله عليه واله وسلم لكن هدوسا قلبك نولين دقنين توحكو مقاتو وحدي لو ما مقلو وحو الشيق وحبال ما ترو وحكا صلي أنه درين ملي درين ملي وحبقى هذا ما يمرك سيداس درادين هلك آيات كا قرآن كا وحان أركي إنه وحي سبيان قلبي لنتي هي قلبي نول قلبي كالنول أياها دانا سيكا لبحا قلبي فيو يا قلبي تشرن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلوب ذاتك أهل الإيمان مركي نلوش قشا كذب أي وحي أوكال بحي ساقار فيو يا قار أي وحي نلوش يكو تشرن تشرن كامركا فربضاني سيدة تشركي نوع تشرن بدل أقول نعام jirrooyin badan baa jirkeena ku dhaca quluubtana waxa ku dhaca jirrooyin fara badan oo quraanka iyo sunnadu ay tilmaameen laakiin qalbigu haduu bakhti yahay oo waliba nolol aysan gelin ba yaani waxa weey isagu ka horowaa su'aashu waxay tahay marka garanay qalbiga nool iyo qalbiga meedka bakhtiga maxaa mooleeya muxuu ahaayey qalbiga nool muxuu ku noolaadaa سبب دوره فربضنا القرآن في السنة أي تلمامين كو حكا وقلبك النولية ومادة النولوشي سؤال تهي الإيمان الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر وجميع مبادئ الإيمان الله أول الرميو وحكا نشا إن دويني سوء waxa ka dhasha inaad jeclaato inuu qalbigaaga ku weynaado inaad amarkiisa weynayso inaad sharcigiisa weynayso marka weynaynta alla la weyneeyo waxay ka imaanaysaa marka hore inaad rumaysan tahay rumayntaasi waa waxa ugu horeeya marka qalbiga nolol geliyo waaye kii aan markii helin iimaanka helin waa bakhti منافقي وبختي قلبي يسو قال كي بختي قلبي يسو وبختي ومدان هذا الشيء إني وآيدي هذا إكه لين أو من كان ميتا فأحييناه إيمان بلغن لي وحوليه هاي ابن القيم عليه رحمة الله فالمؤمن حي القلب مستنيره والكافر والمنافق ميت القلب مظلمه مؤمن قلبي سوى نول يهوانا افتيميا قال كأي منافقنا قلبي غوض وبختي وانا مجدي مجدي بيكو ترى قضب كوكوبات مركب حوي قلبك النول يهو إيمانك إيمانك اسكو درجة الله معها تدكو يقو مؤمنين وإيمانك كوضا بحي بيهدنا إيمانك كوكلا سريان يتفاضل أو يتفاضلون في الإيمان قلب الروح إيمانك سو قياس تشوبه أي أن نلش قلبك سنة قاريسة بل روح هذه اللي فهمت أي أن مرنا إيمانك أبو رعيا مرنا قربك عيا وكبع عيا حالة إيمانك أبو كبع سيها نلش قلبك أبو ونميش ترنتها حالة إيمانك أبو بصر رعيا نلشي قلبك هوس ودعني مربوح قاريسة ضعيف
سو جيرك نفته كو جيرتاي مرنا ما ضعيفت وروح لما يداهدو هلس بو كو جيراو سرير بو ساراي هيو رجه بدن ما له سو لما دو مرنا سو ما دمهستنا عافيمات كيسا يي جيركيسا يي سدا سو كلا واي نولش قلبي كو هرتا وحوي وا ايمانك مبادئ مرك ايمانك ان الروح كو دادالو او يقين يسي هبال او شك كو جيرين إنه مبادئ الإيمان هي التوحيد كأوقاته وما در أوجه الرئيس هي الصوت أوجه الرئيس قلبي الله ليس قضب كلبان أما الصبب طلبات ووحي ربي تبارك وتعالى وقرآنك هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيالي الله تبارك وتعالى أي بني آدم كأبو ري شركي سنة وحو كن ولان لها إلهي باو أبوري وجعلنا لكم فيها معايشة أسباب تنولوشة تشركو كل نولان لها إلهي باو ملك أوليغي بن آدمك وحك تنصو تشركو نولوشة سكو تاقنان لها والايدين ديغي والايدين سمي سيدو كالتو قلبك إيا الروح دو وحي كل نولان لها إيلا إلهي واسودكي وكا إلهي تبارك وتعالى براك كريمك القرآن كحكومة عامي روح دور ميلود إلهي كتلما وحكم ذا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نبي محمد وحن كوحي ونكوش يقني روح أمر كنا كم ذا بحلقة وذا وحي يجي واي وحي يجمحه روح لو مقعابي لأن الله يحيي به الأرواح والقلوب نفط يا قلبك با الهي كنوليا ساس تراديت با وخا لغا مغعابي اسغ لفتي سي با روح لغا مغعابي وحيي مركه الله و هو يدي في سوره النحل بلوغيده ينزل الملائكه بالروح من امره هذا القران كي وخا لي يدي والروح ونفطي قلبك ونولش قلبك ونلشي الروح ذا مرك الله وكيل تبارك وتعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء وحيك أو نلش قلبك أو نلش النفط الله تبارك وتعالى وحو كسو دكيا عدو دونو كسو دكيا أو الرسول النبي يولاي كسو دكيا إساق سيدو دونو كي سمارك مرك قرآنكو يوحو حمبار سيئة ونلشي قلوب تواهي روح هدو قلبي جيسو مركا قرآن كوايو معنيه قرآن كوؤسن جلن قلبي جيسو أوسن معناها قرآن كدجن قلبي جيسو وبختي مركا وميت من نولا مركا والصواب طلبات قلوب تنوليس سيدة ثلاثة روح والروح القرآن كأجد نويه نلش قلبي جيسو وكرم يسترن بند كرم يسترن بند فهم كقرآن كتدبر كيسة كنقن كيسة وفير سجيسة أخرين تيسة كدلالي ديسة روح والروح القرآن كأجد نويه نلش قلبي جيسو وكفي عنده والصوت الله بعده صوت الصبحات القلوب تنو ليس وحوي العلم الشرعي علم شريعة ومعنيه يفقه يعلم قرآن كلي نبي محمد السنة دي صلى الله عليه وسلم علوم تكلئ لغلا صباحي علوم تي شريعة يبرشدة يأقانتو يدلو أسباب تنروش الله ليس عكس وحاء جهلي هنا وأسبابته قلوب تدشاء وميت يعني وحوي قلبك يعني نل الحمديسة أما نل الأنتي صحيح لها السبب الجهلي أقون ترضى كمد سأذكره أي النبي صلى الله عليه وسلم أما قرآنك قرآنك وحي حق إلهي كسود ما يلبض الوحو كم مثالي أما كلمات دقي سيد روب كداء يوم كلام روب كداء
الله وحو كنوليها شركة إيا قلقة إيا النولها دلق جيبا كسو بحي داقي با كسو بحي نوله با كنولانيا شركي با كنولانيا روب لآن لما نولان كرو روب كي محل ميدا وحيي علمي سيبا لميدا si jirka aadamaha iyo noolaha dhan uusan u jiri karin roob la'aan iyo biyo la'aan ayaa quluubtuna aynan u noolaan karin waxyi la'aan saas taradeed baa Allah wuxuu yiri anzala min as-samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-sayru zabada ar-rabi'a ila akhir al-aya yaani waxa laga dhigaya waxyigi ilaahay soo dajiyay iyo sida quruubta bini aadamku ugu qaybsantay ayaa waxaa laga dhigayaa sidii roob samada ka soo degay oo kale roobkii samada ka soo degay markuu roobku doo dhibicdiisu waxay kala qaadayaa togog ba qaadaya keliyo iyo togog iyo dhulka kiisa godan dhulka godan ba qaadaya dhulka biyaha qaadaya wuu kala duwan yahay marka mid walba qaadkiisu isku mid ma tog ba in yar qaadaya مد ما إن بدن قاضية وبيدي با قاضية قلوب تبني آدم كنا وصدا مد ما قلبي جس وحي قاضية مد ما وحوين قاضية وكلا قاد وين مرك وحي يجي وحلو مثالية سيد بيها الرب كو كلا إسلام عليها مد لم ذا أي النبي جن لكم مثالية صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيحين ككوي مد ورسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا علمك إيه وحيك إلهي إيه سوء ليبي إيه اللي لصوت دري وحلم دي هيا وكالي سيدي الرعب نولك كودة أي وكالي رعب كي مركو نولك كودة أي نبي وحيك صلى الله عليه وسلم نولك مرك الصدح نولك لبحيا نولك قار ونول بيه إرك كيمي انتو قاتو اللقو كدي ابن وحصوص عريا xusoo saaraya geedihi xusoo saaraya dalagii xusoo saaraya daaqii waa lagu noolaanaya isagii biyihi uu qaatay dhulka qayb ka midna wuxuu noqonaya roobkii biyihi markay da'aan wax ma soo saaraya laakiin biyihi uu qabanaya waa waraha balliyada meelaha godan ee biyuhu fadhiistaan biyihi bay qabanayaan laakiin wax ma soo saaraya بيه إقبتين بأمرك لغو انتفاعي ونوليه وعبيه قيب تصدحها وحن نقول يا رول أنبينا قبلين وحنا سوساري وكه وعرسال أوكل رول قيب نوع ساجرت دبيعنا ما قبته أو ما قشو وحنا ما سوساري قلوب تبني آدم كمرك وحي يمادو صدح ذا سوى قيب سنتها قلبي وحي حق إلهي كيمد أو قرآن وحي نبي حق سكيمد هنوكي علمك وقادنيا وانتفاع صنيا السجيب قليا روحي وحكب دليا كدبنا خلقي قيمة انتفاع صنيا ونلك داقة صوص عريبا مدينة بيه وقادنيا علمك وقادنيا وفهميا أصغي كمرنا قميو لكن ضد كي باك انتفاع صنعي مدينة علم بيجي ما بقى لي ما وعرسل وحي يجي علم بيجي مد ما نقله لقى ما انتفاع صنع ممد محيط أمريكا قرآن كأي السنة ما يلف ربنا محل يسوم مثالية ولا يسوم اللي قال لي رب كصمد كإيمانية iyo wixiga xagga rabbi ka yimid labadooda midna jirku nooleeyaa midna qalbiga iyo ruuxdu nooleeyaa roobkuna wixii jid aba ku noolaada wixigana waxa ku noolaada quluubti iyo arwaaxda ku noolaada sidaas daraadeed wixiyullah wahuwayan wa maddatu hayati alqulub wal arwaah asbaabta waxa kamida quluubta nooleysa ونور شكلسه
nabiga adeecidiisa sal allahu alayh wasalam, inaad nabi maxamed sal allahu alayh wasalam jidkiisii marto, sunnadiisii qaadato, wuxuu amray yeesho, wuxuu kaa reebay ka hadho, aad dariiqiisa marto. Nolol cusub baa qalbigaaga gelisa. Waxaadan horey u haysani baad helaysaa. Dareen cusub iyo shucuur cusuba waxaa ku gelaya aadan horey u dareensanayn. Raaxo waxaad helaysaa aadan horey u haysanin. Allah qur-aanka kariimka waa ku dhahay, yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum. War mu'miniintiiow, waa laynoo yeedhaya mu'miniintiiow, cidda loo dhawaaqo waa cid jidhna leh, jidhkiisana nafi ku jirto. Mayd meeshaa yaalla looma dhawaaqo, soo ma? Laakiin waxaa loo dhawaaqaa ciday nafi ku jirto. Innagii oo nafi inugu jirto mu'miniina laynoo dhawaaqay, yaa ayuha aladiina aamanuu, hee maxaan qabannaa? Istajiibuu lillaah, alla yeela, walirasuuli rasuulkana yeela. Idaa dacaakum, rasuulku markuu idinku yeedho, limaa yuxyiikum, waxii idin noolayn lahaa. U fiirsada, rasuulku wuxuu idinku yeedhayaa wixii idin noolaynayay. Su-aal baa imaanaysa, oo sooma noolin? Ya sooma noolin? Waabiga noo dhawaaqaye, soo nolol inuguma jirto. Oo haddaanan noolayn maxaad noogu dhawaaqaysaa? Waay jawaabtu wax weeye, nolosha idinku jirta marka laydin dhawaaqayo iyo nolosha yeela laleeyahay rasuulku idinku dhawaaqayaa laba nololood kala ah. Midina waa noloshii jidhka, midina waa noloshii qalbiga iyo ruuxda. Tan laydin leeyahay marka rasuulka idinku yeedhaye ka yeela oo ka qaata waa noloshii ruuxda iyo qalbiga, waana wuxuu nebigu la yimid ka qaata wey salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Fi saxiix albukhaari waxaa ku sugan min xadiidi abi saciid ibn mucalla, wuxuu yidhi anigoo salaad ku jira masaajidka dhexdiisa ayuu rasuulku ii yeedhay sal allahu alayh wasalam, yaa abaa saciid, war abu saciidow, war kaalay buu ku yidhi. Markaana salaad baan ku jiraa masaajid gudiisa, waxaan isku qanciyey buu yidhi, war salaad baad ku jirtaaye nebiga, markaad salaada ka baxdaad u tegi doontaa salaadaada iska wado. Markaan salaadii ka baxay baa nebiga u tegay, markaasuu rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam, markaan kuu yeedhay maxaad iigu imaan weyd? Waxaan idhi buu rasuulka ilaahay, salaad baan tukanay. Wuxuu rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam, soo ilaahay ma dhihin yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum. Rasuulku markuu idin yeedho yeela, soo ilaahay idinma dhihin. Haa, ee maxaad ii yeeli weyday markaan kuu yeedho? Salaad baan ku jiray, soco weyday. Tabcan salaadu waa sunna, markaa salaada waxaa ka muhiimsan hadduu rasuulku kuu dhawaaqo waa inaad hee dhahdo adoo, waana inaad u tagto, laanna waajiba waxay lambi tahay oo kale, ama yacni waxa weeye taasoo kaleeto jinsigeeda. Haddii adigoo salaad sunna ku jira hooyadaa kuu dhawaaqo oy ku tidhaahdo faaraxow, ma salaadaada wada, ama aabbaa kuu dhawaaqay, waa inaad hee dhahdo. Salaada sunnada ah yeedhidda waalidkaa ka muhiimsan. Adoo salaad sunna ku jir, haddee telefoonka hooyo soo dhaca, telefoonka hooyo wayaad soo dhaca, salaad sunnaad ku jir. Haddii salaada aan ka baxo markaasaan wici doonaa, maya hooyo telefoon ka qabo. Laanna waxa weeye yeedhidda waalidka waa waajib, waxaad ku jirtana waa sunno. Sunniyo waajib kee horeeya? Ya waajib ka hore. Haddii kada waxaa kugu dhacday jurayj,
جريج وحو أحا نبي قال إنه غشي كي صلى الله عليه وسلم نين وداده صوفي أوه دور كلا ومدي نقول ري وداده الصوفية ده أنتين بقالوا يمكن يضدك كده حبحان بيباديها يقول كدور كا بمال كسم يسنج لا يكوي بعد يستان جريج ملاها سويسكا قال دور كا سويسكا بعد يستان هو يدي بقطم مركز هو يرد جريجو صلاة بكتيرة وانا نسكع عبيدة أدون بكجو أيوة هو يدي مركز هو يرد أيو نفتي صلاة الشضي عير ربي يو مصلاة ديدا مسهويو كان يرى هو يسكوق العيب صلاة يسكوته صلاة يسكوته مرة واحد بيقول له واحد جريجو مصلاة ديدا مسهويو على الله صلاة يسكوته مرة صدحات بيقول له واحد ورجريجو مصلاة مسهويو على الله صلاة يسكوته مركزي هبارتي هبار حوغا تريدنا اي كوتشرت تريدي والد مين كوكا لحتاجي لكن حوغا يربي قعقسيس وحي تري اله يو هدلن الى اتسطه ناغا حن حن اي تشيركو ذا كغان عصدي واتشيبو ذا الى او اركو الى هدلن بيتر ما اين ادهن إله الزنا كرد مين عليه دينت إله كابتلينا مين عليه عذاب إله كردنا مين عليه لكن أنت وحكسو كي يكوها بارت لأن وداد أدو يدي بكجو عيو دور كأسجتشرة ناقحون إنه وتشي جاد أركاب إسق كفلما أنت عصاب النبر شب وقفلا هاي كتري إله يكوها بارتي إله هدلين إله وناقها وتشي جاد أركو ninki jureejaa soo hooyo warkeedii ma yeeli way oo salaad sunnah muusan ka dooran habaarkii hooyaa ku dhacay illa waalid ka habaarkiisa laga ma kaco wuduusan xaq darrahayn tuuyinka ilaahay aqbalin soo noqonni buu kamid yahay waalid ka habaarkiisa iyo hadis maxaa dhacay markaa ninki jureejaa isagoo meeshii saga jiray ayaa islaam meelahan agagaarkiisa ariga ku raacan jirtay ayaa mid qowsaar oo isagana xoolo jiro meelaha xoolaha la jira ayaa kan lug meersaday uu ka shaqaystay uur bay qaad uurkii markay qaaday waxaa lagu naa uurkan yaale waxay tiri wadaadkaas sawmacadda ku jira ayaa xumaad igu sameeyey oo ilmaha iskale ما وداد كان جريجة ها وداد كان جريجة واللوت تجي سو ما حد يبغى لقى بربوري توب بتاني أنا قاعد وداد وداد سك على ديس ماشى عبد كمرح كولر بوما تاسوما وحوجا جيسي بقى لقى بربوري ولا سوقت ورمحان قربته ورمحان سمي ورمحان دمبي صبع بعد حناي ناقتن يا حمام كوسميسي المهن اوركن هذا اسكلي ورمساسها وريك هذه بل ان تكذب هي تكالي يا تكالي الله ورك على ود بو تكذب الهي بو بري كذب لو خرو لو اي كينا مركي لو كيني علمي اي و خو يري علميه يا كو دالاي ورك عاده المهم هذا البوم قاعدين ومركز وش إلى هيبقى كهل لي مركز وحيد هبلك أدي شركة أها يا هيد علي جريج فكية ماركة هو يها ماركة دي أنت سوق إكا سمعت ناك تزاري الدهي وش جيد هو أركي امتحان كين هو أركي halisna uu galay hooyo habaarkeedina waa ku dhacay laakiin mayna ku taagsanin intaas ilaahay kaga xikeey warkii markuu cadaaday ayaa lagu sabeen xiray jureej
xaal mariyay waxaa yidhi meeshaadiina waan kuu dhisaynaa oo weliba dhoobay kaaga dhisnayd ee dahab baan kaaga dhisaynaa raalli naahow wadad suufiya dahab ma rabee wuxuu yidhi war dahabkiinana ma rabee dhoobadayda iiga dhisa buri meeshaydii ugu celiya dhoobadiisii bay ugu dhiseen meeshii bay ku celiya warka maxaa inoo geeyey warka waxaa inoo geeyey ya ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum lima yuxyiikum ninkii salaada ku jiray rasuulku wuxuu yidhi maxaad u yeeli weyday dhawaaqayga soo ilaahay kuma dhihin istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum lima yuxyiikum sidaas daraaddeed xayaatu lquluub iyo xayaatu larwaax waxay ku jirtaa inaad nabi maxamed dariiqiisa raacdo salawaatu rabbi wasalaamu calayh wixii uu la yimidna aad qaadato waxaa ka mid a asbaabtaasi nolosha keenta qalbiga iyo ruuxda waxaa ka mid a atafakkur fii aayaati illaah alkowniya in aad maskaxdaada ka shaqaysiiso oo aad ku daalacatood ku fiiriso ilaahay aayaadkiisa kowniga ah ilaahay makhluuqaadkiisan waaweyn iyo cajaa'ibta ku dhex jirta qur-aanka aad waxaa ugu badan in laynoo diro laynagu booriyo layna amro inaynu kownkan aada ugu fiirsanno siduu u abuuran yahay cajaa'ibta ku dhex jirta inbad waxaad arkaysaan lacallakum tatafakkaruun lacallahum yatafakkaruun yaa yacni wax weeyaan qul inama acidukum biwaaxidatin an taquumuu lilaahi mathna wa furaada thuma tatafakkaruu lacallakum tatafakkaruuna fi dunya waalaakhira ina fi khalqi samaawaati waalardi waikhtilaafi alleyli waannahaar la aayaati liuli lalbaab ina fi ikhtilaafi alleyli waannahaari waalfulki alati tajri fi lahmi ma yanfacu annaas wama anzala allahu min alsamaai waalard min maain faaxiya bihi alarda bacda mowtiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون حال برار جنا يا مسخ لنا هذا أفير ستو كونكا يسيدو أبو ريا يسيد إلهي تبارك وتعالى أهجاتي وحاكو صبحيا dareen baa qalbigaaga ku dhalanaya waxaa kuu soo baxaya sifaatka iyo tilmaamaha uu leeyahay ciddii sidan samaysay oo kownkan sidan u dhigtay sifaatkaasi waxay kugu hanuuninayaan allihii tabaaraka wa tacaala kownkan dhisay awooddiisa qudradiisa xikmaddiisa ilaa waxaa la gaadhsiiyey kownkan kale bal ka imow ee xataa naftaada u fiirso wafii anfusikum wafii anfusikum afalaa tubsiruun xataa bal naftaada u fiirso bal saan u abuurannahay cajaa'ibta jirkeenna ku jirta haddaad u fiirsato waxaa kuu soo baxaysa waxaan caadi ahayn laakiin waa in dhala adhahay maskaxdiiba inaynu ka shaqaysiino oo halka aan gelinaaba inaga maqanba halkaasi nolol waxaa ku jirta aan caadi ahayn qalbigaa noolaanaya ruuxdiibaa noolaanaysa cilmi badan baa u soo baxaya xikmado iyo asraar fara badan buu ruuxu qalbigiisu gaadhayaa markuu ilaahay kownkiisa u fiirsado tabaaraka wa tacaala saddexba sida uu leeyahay ibnulqayim caleyh raxmatullah saddexba qalbiga waxay ka soo saaraan ama qalbiga ay geliyaan saddex shay u fiirsigooda iyo ka fikiriddooda iyo maskaxdoo laga shaqaysiiyo iyo dhuuxiddoodu waxay keentaa ay qalbiga gelisaa ilaahay cilmigiisa iyo maxabadiisa iyo weynidiisa saddexaasi maxay yihiin atafakkur fii aayaati illaahi almunazzala wa tacaquluha waa wuxuu ku magacaabo alaayaatu almasmuuca almatluwa aayaadka ilaahay soo dejiyey ee la akhriyo ee la dhagaysto kuwa ufuursigooda iyo fahamkooda waa qur-aanka
قيبت الله بعد وحوي التفكر في آيات الله المشهودة المرئية آيات كإلهي الله أركيو إموقضة أيقنا كفكري دوضة والصمدي وقلكي وبوره وبده وقيده ونوله وهذه النفط هذا مد والبقوني دي سمركات أوفير ستو عجائبا كجرتا سيدس دراد يتبع علماء إن بدن أو كمدا بن آدم كإله الرمية قارب بدن وحا سبب النقضة إن الرمية علوم تكون كمد كمدا يكون تخصصان علوم تاسي أدب السعودان أدب السعودان مركضا بوحي قارسيسا إن أي هرديان أي مضح كل مفتان وحينا كبقد بكرين مركب وحوي أي إله الرميان تبارك وتعالى مركب تانوى طلبات تصدحات وحوي التفكر في آلاء الله ونعمه وإحسانه إلهي أبالك يا النعمة أدومدي سأقلي إيضنا إن أفير ستو نعم كمرك لقاح الله لبن نعوه نعم نوى نعم عام أوه والنعمويك كوض الأحياء نولها نعم نوى نعم خاصة وي. إن بدن قرآن كو حوق سارة نعم كعام كع صبا للكو وقوشن كتشفني ونعم صمد وصنقافك ونعم قرحذني ونعم هبينك ونعم مالنت ونعم هود ونعم دبيعد ونعم نعم عام أول لكن هذه المرة اللي قيلها النعمة اللي قيلها وحد فيرونهم محد حوله هيستا محد عرورك هيستا محد عافماتك هذه قم بهو السؤال كون النعمة مامية كون وين إذا أركينين فوحيه نعمك عن حد كلاهي لكن نعمك إلهي مفيرسو نعم كاسي مركض أفيرسته إيضاً وحكا قصو بحي سينو قلبك بالمولى هذا صدح ما آياتك قرآن كالله فيرسته آياتك كون كالله فيرسته يا مخلوقاتك يا إله النعم وينك يسو الله فيرسته وكو قلن بعيه كو ضدك على الرحية يكو كو قوني أبا وحكا ماذا وصببت اللحاد وقلوبت النوليساء النقون كرتا إلهي ذكري قيسة تبارك وتعالى إلهي إلهي حسطه قلبي كحسطه وحسوسنا تمر والباء عرفك أنا كحسطه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تتك مؤمنين تأ قلوب توضوح كحسشة إلى ذكري قيسة طبعا القرآن كأقليه أذكارتك لنا بقليسة قلبي يقول وحو كحسلو ونولوشيسا سيدة جيلكو وحسلو مركو عنتمع عن يهردو ينصينو يشهو قدشا مركو هلو سيدة جيلكو ورحيست قلبي يقول وحو كرحيستا إلهي ذكري كيسا الكاسو كنستا كحسلا برواقديسو هالكاسي تعالى نولوشيسو هالكاسي كجرتا حديث أبو موسى الأشعري وكيل النبي صلى الله عليه وسلم لفظه صحيح البخاري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت أدونك ربك حسيا إي أدونك ربك حسين وحي لم يدهن مد نور إي مد لنتي أوكر معنى حي أدونك ربك حسين وبختي وميت أدونك ربك حسين ونول يهي كان قلبك سالنتي كان قلبك سالنتي بل اسكبر باب روح اسكده قوبتا إلهي ذكري جيسا لقريه وين نولاتا قوبتا إلهي ذكري جيسا كما قيا هينا وميت لفظك صحيح المسلم بحديثك وحليه مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت قرق إلهي اللوح وصول حديثة قرآن قال لغو أخريو لغو تكذو حسك إلهي أكتشرو قرق إيه قرق إلهي اللوح وصول وحي لم يدهين وكلا ميت ينال وكلا يسكن بدي
noole iyo meydo kaleba isla mid yihiin soomaali xataa goobtii iyo buqcadii iyo makaankii wuxuu ku noolanayaa ilaahay dikrigiisa markuu waayana waa meyd marka wax weeyaan xuska ilaahay iyo dikrigiisa quluubtaa ku noolaataa mar walba uu ruuxu badsadana qalbigiisu wuxuu dareemayaa raaxo xasilooni in badan qur-aanka ilahay ku celceliyay tabaaraka watacaala waxaana inta badanba ku timaada qur-aanka marka dikriga laga hadlayo badiya badin baa ka daba timaada badin idkuru llaha dikran kaiiran idkuru llaha dikran kaiiran wadaakiriina allaha kaiiran wadaakiraat فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لبنتي بكحر أسباب توحى كم يدور وجودا بيسيننا وقت قدرتي إن الروح كفقاده ذنوب تكفقاده محيي لي دم دقة كل بقدر كوقية أي قلبي قد دلاء أو الروح للدلاء oo uu ka qaadaa nolosha ka qaadaa ama nusqaamiyaa dembiga kiisa weyn oo gaalnimada ah qalbiga naftu ka siibaa ruuxdii oo dhan buu ka qaadaya dunuubta kaleen gaalnimada gaadhsiisnayn kolba qadarku dembigu la eg yahay ayuu qalbiga dhaawacaa oo ruuxda nolosheeda dhaawaca waakii nabigeenu yidhi sal alla alay wasalam ina almu'mina إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه مؤمن كمركو دنباب قلبي سوحا أهانا يوكو ضلنا يدبع مدو فإن تاب ونزع واستغفر سوقل قلبه دنبي أوقع دبع مدو قلبي سكو كان دحش قلبي مدوباني ودحلي سنه uu madoobaanaya oo wasakhoobaya dembigaad gashay dartii hadduu marka dembigii intuu gala isxusuusto toobad keeno ilaahay uu soo noqdo dembi dhaaf weydiisto qalbigii waa laga sifaynayaa wixii gaadhay dhibicdii madoobayd waa laga tirayaa daxashii iyo wasakhdii waa laga nadiifinayaa iftiinkii iyo xooggii buu la soo noqonaya qalbigii haddii markuu dembiga galay uusan soo noqonin sii wato maxaa dhacaya marka nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam xataa yacluwa qalbuhu waa siyaadayaa marka wain zaada zaadad xataa tacluwa qalbahu hadduu dembigii siyaadsado dhibicdii madoobayd iyo daxashiyo wasakhdii baa qalbiga kusii siyaadaysa ilaa qalbigoo dhan ay wasakhdaasu daboosho waa midda ilaahay aayadda qur-aanka ku sheegay buu nebigu sal alay wasalam kallaa bal ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قلوب تودي وحاط بولي وحي أي شقي سنين وكسبنين ودروب تاع مرها دي قلبي قاعد وسيدة الدم بيقو قد بولو مركاسي وحويان رجمليهن قلبي قي افتين كينا وواين وانا بختي يا مركا وارلمان يا محاكينا يا دنوب تاكينيس ساس تردد با وحا اذن ينوغو اماني haddaanna dadka mu'miniinta ah waxaa la yidhi mu'miniintu dembi ma galaan lama dhihin mu'miniintu dembi waa galan ya cid aan dembi gelin ma jirto ambiyada oo haddana weliba iyaga laga doodo iyaga laga doodo dembiyada waaweyn ma galaan laakiin kuwa yaryarka ya in badan oo fuqaha madaxweynimada ka mid a ay leeyihiin way galaan waa ka dhici kara laakiin ku sugnaan maayaana way ka noqdaan ama waa la baraarujiyaa wixii ambiyada ka soo hadhay iyo rususha oo aadamaha uun dembi gelaynin ma jiro soo ma qur-aanku wuxuu inooga sheegay ambiyo intay wax ka khaldameen la saxay qur-aanku dhowr buu sheegay yaa ka mida waxaa ka mid a aadam aadam soo nebi ma ahayn ya wacasaa aadamu rabbahu fagawaa waxaa ka mid a nabiyullaahi yuunus
soomaahay waa kii qoomkiisii ka tegay oo muxuu ahay malaygu liqay oo ilaahay malayga calooshiisa ka soo badbaaday. waxaa ka mid ahaa nabiyullaahi daawuud calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam fii suurati saad waa kaga hadlay allah tabaaraka watacaala, yaa daawuud laga hadlay ee sujuuday markii ilaahay uu tabaaraka watacaala baraarujiyey. marka ambiyadii ilaahay hadday sidaas yihiin, aadamaha intoodii kale wareegsa iska daa. marka waa khaldamaynaa, waynu khaldami, shaki male, kullu ibni aadam khataa. laakiin waxaan ku kala tagnay oo ku kala fiicannahay waa tawbadda. qaarna markii ay khaldamaan khaladkii inay galaan way isgaranayaan oo way soo noqonayaan, midina khaladkii ka soo noqon maayo siduu u wato u daba joogo ku geeriyoonayaa. halkaasaa marka ku kala fiicannahay sooma. wa khayru lkhaaa'iina attawaabuun, tawbadaasaa marka wax weeye qalbigii hagaajinaysa, xumaantii nadiifinaysa, in marka wax weeye dunuubta aad ka fogaato. waa kii lahaa cabdullaahi mubaarak raximahu llahu tacaala, imaamkii weynaaye a'imada ka mid ahaa, waa kii lahaa ra'aytu dunuuba tumiitu lquluuba wayuurisu dhulla idmaanuha watarku dunuubi xayaatu lquluub wa khayru linafsika cisyaanuha. waxaan u arkay war dembiyada inay qalbiyada dishoy nafta ka qaado, inaad daa'imto dembigana dulli buu keenaa aakhariya adduunka. dembiyadoo laga tago dembiga la dhaafona waa noloshii qalbiga, naftaadana waxaa u khayr badan amarkeeda inaad diido. waxay ku faraysay xumaanta ah inaad ka diido ood caasido ayaa khayrku kuugu jiraa. hada wabillahi towfiiq, wa salli allahuma wasalam wa baraka cala nabiyina muxamed wa cala alihi wa saxbihi wasalam.